السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. طلبوا من عندي حل نشاط صفحة 11 كتاب النشاط إنجليزي سادس ابتدائي. طبعا يونت وان، احنا بعدنا بيونت وان لسن فور. إن شاء الله على الفيديو الأخ ناخذ صفحة 10، لأن هذه صفحة 11 رادوها هسه من عندي، وإن شاء الله ورا هذا الفيديو نصور لكم صفحة 10. يلا عيني، طلعوا كتاب النشاط على صفحة 11. دي read about أحمد's day، اقرأ حول يوم أحمد. And circle the correct answer، وحوط الإجابة الصحيحة، يعني نخلي دائرة هنا يعني قصدهم. هذا طبعا نادل اسمه أحمد، يعني يحكي عن يومه. A waiter's day، يعني يوم نادل. My name's أحمد، أنا اسمي أحمد. I am a waiter، أنا نادل. And I work in a very busy restaurant in Baghdad. يقول أني اسمي أحمد، أنا نادل، وأعمل في مطعم restaurant in Baghdad، أعمل في مطعم مزدحم. We are open for breakfast، ونحن نفتح المطعم، نحن نفتح المطعم. Lunch and dinner، وجبة الفطور، breakfast وجبة الفطور، والغداء يعني الغداء والعشاء، دينار العشاء. We close at 9:13 in the evening. نقول we close يعني شنو هو، والله نغلق المطعم، كلوز يغلق، نغلق المطعم الساعة 9:30 بالمساء. The restaurant is famous for its، يعني يقول لك المطعم مشهور، famous يعني مشهور، for its مكلمة كوسي and برياني. المطعم يقول مشهور بالأكلات المخلمة والقوسي والبرياني. For one week في الأسبوع الأول. I do the breakfast and lunch، يقول له بالأسبوع الأول أنا أقدم خدمة الفطور، breakfast خدمة الفطور، وخدمة الغداء، خدمة الغداء، service and the next week، يعني يقول لك بالأسبوع الأول يقدم خدمة الفطور وخدمة الغداء، يعني and the next week، وفي الأسبوع التالي I do the lunch and evening service، أنا أقدم خدمة الغداء وخدمة المساء، يعني يقصد بالعشاء. I prefer to start early to the to be at home، يعني يقول لك أنا أفضل البدء مبكرا، يعني early to يعني مبكرا، at home when my children get back from school، يعني يقول لك أنا أفضل البدء مبكرا لكي أكون بالمنزل عندما يكونون، أو نقول عندما أطفالي يعودون من المدرسة. Children get back from school. Waiters who do breakfast service start at 6:30. هذا النادلين اللي يقدمون خدمة الفطور يبدون الساعة 6:30. But the cooks, the chefs start at 6 o'clock. لكن هذا الطباخون يبدون الساعة 6. I wear a
يونيفورم. يونيفورم يعني أنا أرتدي الزي الرسمي to work. black trousers هذا أنا أرتدي الزي الرسمي اللي هو بنطلون أسود، بنطلون أسود white shirt وقميص أبيض، قميص أي بنطلون أسود وقميص أبيض وايست كوت. كوت يعني نقول لك وايست كوت هذا شو يسموها المعطف، نقول عليه اي الصدرية، الصدرية البيضة، الصدرية هذه البيضة، وشنو بعد الصدرية البيضة والربطة العنق، لان نقول لك and a boy tie وربطة عنق. يعني يقول لك اني ارتدي الزي الرسمي شنو هو البنطلون الاسود والقميص الابيض وصدرية هذه a waistcoat صدرية and a boy tie وربطة العنق. I like my job because I meet lots of interesting people every day. يقول لك أني أحب عملي، يقول لك أني أحب عملي ليش؟ لأن ألتقي بهذا الكثير من الناس المهمين كل يوم، every day كل يوم. I am a friendly أنا محبوب. Helpful person يقول لك أنا محبوب واجتماعي. One day I want to have my own restaurant. يقول لك يعني هو يقول لك محبوب واجتماعي وشخص متعاون في يوم، شخص متعاون. وفي يوم ما يعني سيقول لك help person هو شخص متعاون. One day في يوم ما I want to have my own restaurant. يقول لك أنا أريد أن أمتلك مطعمي الخاص، يعني يريد يسوي مطعم خاص بي. هسه راح نجاوب على هذه الأسئلة. Number one. What time does the breakfast service start? يقول لك بأي وقت بدأ خدمة الفطور؟ احنا قريناها مو بالستة ونص ياتها؟ بالستة ونص، يعني نحوط على هذا ستة ونص. Two. What is another word for a cook in a restaurant? يقول لك ما هي الكلمة الأخرى شو نقول المرادف لها لما قلنا هذه الشيف، وينها هذه الشيفس يعني إذا هذه شيف. Three. What service does أحمد بريفار؟ يقول لك أي خدمة يفضل أحمد، أي خدمة يفضل أحمد؟ فضل خدمة الفطور breakfast. Four. What is his uniform؟ يعني يقول لك شنو الزي الرسمي اللي هذا الأحمد؟ قلنا black trousers and a white shirt البنطلون الأسود والقميص الأبيض. هاي عين الصفحة 11 مثل ما قلت لكم، إن شاء الله ناخذ صفحة 10 وبالتوفيق.